طيب خليني بس الاول اسالكم عن تصريحات الكابتن عصام الحقيقه، لانه الكابتن عصام تصريحاته مستفزه جدا خلال هذه الفتره. فبما انه يعني هو مبدئيا قال ايه كابتن عصام، كابتن عصام فتاح طبعا قال مين كلاتنبرج، مين كلاتنبرج، مين اللي اشتغل معاه، هو ينفع لواء يشتغل تحت ملازم؟ هو اولا كابتن عصام يعني اول في كذا نقطه كده. اتفضل. هو اولا تصريحاته بقت ممله بصراحه قوي قوي، تصريحاته كتير جدا. اوكي، ده اول حاجه. النقطه الثانيه، كابتن عصام ليه دايما يعني ليه ما علقش مثلا بعد ماتش الزمالك والمصري والطرد بتاع الونش اللي ما اتحسبش، ليه دايما بيطلع يعلق بعد مباريات الاهلي؟ دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، لعبه امام عاشور اللي بيتكلم عليها ان هي ضربه جزاء وكده، هنفترض ان هو مثلا كلامه صحيح ان هي ضربه جزاء، طب افرض ما هو الحكم الاسباني ده اللي حضرتك جايبه انت اللي جايبه، يعني الحكم لما أنا يغلط انزل بالمستند، ما احنا نزلنا، ما احنا عملنا يعني. شفت احنا عملنا الحته اللي احنا عملناها دي؟ شفتها. اللي هي لا يعني انت هو اللي جايبه، هو اللي هيتحاسب عليه ايا كان. فانت حضرتك هو انت زعلان ان انت جبت حكم كلاس بي واحرج كل حكام مصر؟ للامانه يعني حكم كلاس بي في اسبانيا، هو مش كلاس ايه يعني، مش حكم مش رقم واحد، مش من الاربعه اللي هم في اسبانيا، لا ده حكم كلاس بي وجا حكم مباراه كويسه يعني. الحاجه الثالثه او الرابعه، كلاتنبرج يعني هل، معلش انا اسف عشان النقطه دي تحديدا مهمه، لو الاهلي اتغلب كنت هتطلع تقول كده؟ لا طبعا، هي نفس الكلام يعني، لو الاهلي اتغلب نفس الكلام. هي الفكره ان برضه هو بيقول ان ينفع لواء يشتغل مع ملازم. كابتن عصام عبد الفتاح دايما بيطلع يقول ان هو مونديالي وكل حاجه، طبعا حكم مميز وكل حاجه، بس مش شرط عشان انت حكمت في كاس العالم هتذل الناس يعني. انا مش فاهم، ما هو انا عايز بس اقول ان بكاري جسامه أسوأ حكم في قارة أفريقيا رايح المونديال للمرة الثالثة على التوالي يا كابتن إسلام. يعني مش شرط عشان أنت حكمت مونديال. أنا أقول للكابتن عصام. يعني مش شرط عشان أنت حكمت مونديال هتذل الناس، إن ده كلاتنبرج ده يا جماعة حكم نهائي يورو 2016 بين البرتغال وفرنسا، حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتليتيكو مدريد، حكم أكتر من 250 مباراة. مين؟ كلاتنبرج اللي بيتكلم عليه، حكم أكتر من 250 مباراة في الدوري الإنجليزي، أكتر من 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا. بصراحة لا يعني هو بيحاول يعني حاجه غريبه جدا اللي بيعمله ده. ولو قارنا الهدف يعني، طب هو ليه ما اتكلمش زي ما حضرتك قلت على الهدف اللي هو الزمالك في بدايته، الهدف الاول جاي من لعبه متحركه، زي نفس اللعبه اللي حصلت في ماتش الاهلي والبنك الاهلي. يا راجل لا يا راجل، هو هيتكلم على لا يا يعني انت بتهزر. ليه ما اتكلمش حاجه تخص الاهلي؟ ممكن نفس اللعبه اهي قدامنا يعني. نفس اللعبه، نفس الهدف ده، هدف الزمالك الاول في الدقيقه 66 من بدايه اللعبه، من كرة ثابتة برضه اتحركت، ونفس الكلام برضه اللي يلا حصل. يلا يا شباب احنا عايزينها تتشير في كل، يمكن توصل للكابتن عصام ويشوفها، مع ان انا هو كابتن عصام الحقيقه يعني ما بيعملش في كل مكان قاعد يقول لك اصله اسلام، اصله اسلام، اسلام يا كابتن عصام، اسلام مين؟ انت كل ما تيجي تتكلم على اسلام مين؟ اسلام انا يعني؟ انا مذيع بأدي دور يا فندم، اول ما حضرتك تبقى كويس ان شاء الله في شغلك هتلاقيني بقول لك ان انت كويس. ادي القصه كلها، لكن طول ما حضرتك مش كويس عمري ما هقول ان انت كويس. ده اخر حاجه بس، ما تقول يا كابتن عصام ده ربنا يستر بكره بقى كمان. ده الحكم عبد العزيز السيد ده صاحب الواقعه الشهيره بتاعت مباراه الزمالك وطنطا من 5 سنين، ده الحكم ده كان اتوقف شهرين عشان ما حسبش 3 ضربات جزاء لطنطا في ماتش الزمالك وطنطا في ماتش واحد. فربنا يستر بكره يعني.